السلام عليكم بنات والدراري، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي داير مع الصحه؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير، وكنشكركم بزاف بزاف على وقفتكم معايا وعلى التعاليق ديالكم زوينين، هلا خدتكم عليا. المهم خوتي خواتاتي، كما كنقولوا، بغيت ندير واحد الغديوه بسيطه، و تما كنت غادي ندير لا فيديو وانا نقول علاش لا. تقدر كتعطي واحد فكره للواحد ما كيعرفش اش يدير، تبان ليه ويفكرها. هذا المهم، ما عليناش، كلشي كيعرف يدير الكيش، ولكن انا بغيت غنوريكم كيفاش انا كنديرو. هذا عندي ديجا في القناه ديالي، ولكن درته بالطون، ودابا غنديرو بالكفته باللحم المفروم. انا بنتي ما عندهاش بزاف مع الطون في الكيش، والكفته عزيزه عليها، في ما درتها تاكلها. عندها الكفته المفضله في كل شيء، في هي والدجاج. المهم غادي ندير معكم اليوم الكيش بالكفته. المهم عندي الفلفله كما كيبان لكم، عندي ديجا في الكونجير، ولكن ما بغيتش نديرها حيت هذه كانت دار خضراء ما كتشحرش. الا درت هذيك اللي في الكونجير فيها الماء غادي تطلق لي الماء في الكيش، وانا ما بغيتش الماء في الكيش. دونك عندي فلفله حمراء وخضراء، وعندي ربعه البيضات، وعندي الفخوماج كويار، فخوماج حمر، وعندي شويه ديال الجوزه، وعندي البزار، فلفل اسود، وعندي الملحه. ها هي الجوزه اللي ما كيعرفهاش، راهي معروفه، يقولها جوز الطين يمكن بالعربيه، كوزه، ولا كريم فريش. اللي ما عندوش لا كريم فريش، القشطه الطريه يدير الحليب. وعندي اللحم مفروم كفته، انا شحرتها زويتها، وشويه الملح وشويه البزار. ما بغيتش نوري معكم لي زي، قلت لكم اصلا ما كنت بغيت نوري ندير لا فيديو كاع حتى شحر الكفته، وانا نقول علاش ما نوريهمش. واصل الكفته شكون ما كيعرفش يشحرها، تشحر بزويته وشويه ديال الفلفله، الفلفل الاسود والملحه. والمهم انا غادي نقاد الباط ديالي ديال الكيش في المول كما كتشوفوا، وغادي نرجع معكم باش نصايب لاباري ديالي ديال لاباري كيش، ونكمل معكم المراحل. يلا بلات، هاني رجعت معاكم، هاني درت البيض ديالي هنايا، بعض البيضات غنطربو مزيان، طربو مزيان، وغادي ندير فيهم مليحة، ثم أنا عندي ملحة شوية غليظة، دير بحال يقولو نص معلقة صغيرة، حيت الفخوماج فخوماج مالح، وديجا دايرة الكفتة فيها الملحة. دونك ندير البزار، معلقه صغيره ما نكثرش حتى هو البزار، دايراها في الكفته. ايوا ندير الكوزه، نديرها كلها حيت كتجي بنينه، الكوزه كتجي بنينه في الكيش، في لاباري كيش كتجي بنينه، واحد المذاق جديد. المهم نطرب هادشي كله، طربو مزيان كما كتشوفوا، مزيان. غندير لا كريم فريش ديالي، هادي انا عندي فيها 12، باش ليا مزيان. المهم فيها كاس ديال العنبة، فيها كاس ديال العنبة اللي فيها ديال الكريم فريش. كما قلت لكم، اللي ما عندوش قشطة طارية يعوضها بالحليب. انا بعض المرات ما كتكونش عندي كندير الحليب، ماشي بالضروري، وملي كتكون عندي كنديرها. المهم بحال هكا، بحال هكا كما كتشوفوا،
هكا مزيان تخلط مزيان. هكا دابا غادي نهز حتى ما غاديش تخلط ليا. المهم غنشعل الفران من الفوق ومن التحت على 180، ومن غندير الكيش ديالي غنطلعها على 200. المهم دابا غادي ندير الكفته ديالي، غندير اللحم كما كتشوفوا شويه صعيبه باش تفيلمي وتا المهم معليناش. نديرها بحال هكا، كتشوفوا غنديرها. انا كنخلط كلشي، كنخلط الكفته وكنخلط الفلفله والخوماج. الكفته كما قلت لكم الفلفله ما كان بعض المرات كنشحرها، بعض المرات كندير هكا كتجي زوينه. ها انتم معايا الفلفله ديالي كتجي غزال البنات، كنتمنى تجربوها طريقه خفيفه ظريفه. الانسان ما صدق راسه بعض المرات كتبغي ديري شي حاجه دغيا دغيا بيتفي. وقيله بان ليا غنزيد حتى شويه د البزار. ها غنزيدو باش ما يجينيش ورا. سمحوا لي على الصداع. ها انتم معايا. وغادي ندير الفرماج ديالي. انا عندي جوج انواع د الفرماج هنايا، ندير فرماج احمر وهداك ديال البيتزا مخت ديال البيتزا هذاك. المهم الفرماج اللي عندكم اللي موجود عندكم، ماشي بالضروري يكون عندكم، يعني عندكم غير فرماج احمر ديرو، ماشي يكون عندكم جوج الانواع ولا ثلاثه الانواع. انا حيت عندي داكشي اش درته شويه د الملح. ايوا هكا نخلط مزيان البنات، نخلط الخليط ديالي مزيان بحال هكايا. كما كتشوفوا ودابا غادي نديرو هيدا ليا هادشي باش منين تدوز. ودابا البنات كما هانتو معايا غادي نديرها هكا بهاد الطريقة شوية بشوية بهاد الطريقة. بسم الله بهاد الطريقة هادي. غنكمل البنات ونعاود نرجع معاكم نوريكم منين نديرها في الفران. نكمل معاكم منين غادي نديرها في الفران. غنزيد الفران على 200 وغادي نخليها 20 دقيقة ونعاود نرجع معاكم منين توجد ليا الكيش ديالي وتشوفوا كيفاش جات. يلا نعاود نتلاقاو البنات. انا درت الكيش ديالي في الفران، درتو يسخن على 180 درجة ودابا غنطلعو على 200 من فوق ومن التحت، ومنين توجد الكيش ديالي نعاود نرجع معاكم. يلا البنات انا جات معاكم، شوفوا تبارك الله الكيش ديالي كيفاش جات ما شاء الله، واحد الريحه ما نقولش لكم عليها غزاله تبارك الله. وصلنا دي ماشي زعما كنشكر راسي زعما والله العظيم الا كتجي بنينه. كنتمنى البنات تجربوها وتردوا عليا في التعاليق ديالكم. بسيطه ما كتستش بزاف الوقت، وكنبغوا نبدلو شويه من داك الماكله ديالنا طواجن كسكسو هادي بقى. ما نبغي ندير شي حاجه خفيفه والدراري كيبغيوها. واش غنقول لكم البنات ما شهيتكمش والله انا ما شهيتكم، تسمحوا لي الا شهيتكم. وبالصحة والراحة نقولها لراسي بصحتي وتنتوما يا ديروها وصحتكم، ونتعاودو نتلاقاو في فيديو الجاي. و
والسلام عليكم البنات، وتهلاو ليا في راسكم، وتعاودوا تلاقاو في فيديو الجاي. خليتكم على خير، سلامة.